أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، رضعانين سواء، كذلك هو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. هاجر إلى الحبشة في أول الأمر، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأحدا ومات بعد أحد. أما قصته لنعلم أديش المسلمين تحملوا في طريق الإسلام. لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة الهجرة، وقد كانت الهجرة فرض على المسلمين، فلما أراد أن يهاجر إلى المدينة رحل بعيره ثم حملني عليه وجعل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ركب الجمل حط ابنها بحضنها وأخذ رسل الجمل صار يقوده ماشي بده يصل للمدينة. فلما رأته رجال بني المغيرة مشركين قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، لو تروح تهاجر روح هاجر، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد، أي بنتنا وإن بدك تأخذها وتروح فيها. فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه، وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة وقالوا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. أنتوا أخذتوا زوجته، أما هذا الولد ابننا، شلون بدكم تاخذوا؟ فصاروا ياخذوا الولد، فتجاذبوا ابني، هي تسحب ابنها وهنين يسحب الولد، تجاذبوا الولد بيني وبينهم حتى خلعوا يده. ما تاخذ هي بنتنا تاخذها ما مخليك. فاجوا اهله تاخذوا بابنها، هذا ابننا، فاخذوا الابن وانطلق به بنو عبد الاسد وحبسني بنو المغيره عندهم، وانطلق زوجي ابو سلمه الى المدينه. ابو سلمه راح قال فكنت كل غداه كل صباح اخرج فاجلس في الابطاح بالصحراء فما أزال أبكي حتى أمسي كل يوم. سنة أو قريبا منها ابنها بعيد عنا وزوجها بعيد عنا وهي صفيانة لحالة عم تطلع تبكي. قال فمر علي رجل من بني عمي فرأى ما بي فرحمني، شبك كل هذا؟ فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة؟ ألا ترحمونها؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها، ارحموها حرام عليكم. قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت، حبي تلحقي جوزك الحقي فيه. قالت فرد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني، فارتحلت بعيري جمل وأم سلمة وابنها أخذوا منه وخلوا يروح مشي. فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري بحضنها، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قال على حاله وما معي أحد من خلق الله حتى إذا كنت بالتنعيم، تنعيم مسجد عائشة هو اللي بيسموها لا شو محل العمرة، تنعيم ما هي بسمي التنعيم. لما وصل للتنعيم لقيت عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة أخ عبد الدار
شاه فقال له إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ وين رايحة؟ قلت أريد زوجي بالمدينة. قال وما معك يا حاد؟ لحالك رايحة؟ قلت ما معي إلا الله وبني هذا. فقال والله ما لك من مترك، ما بترك تروحي لحالك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر بعيري فحط عنه، نزل الحمول عنه ثم قيده في الشجر، ثم تنحى إلى شجرة فضجع تحتها. لو تلي بدنا نمشي يفز يركب يحمل البعير تبعها ويبعد إلى ركبي فتركب يأخذ الجمل ويمشي فيها. قال فقادني حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك حتى أقدمني المدينة. من المدينة، من مكة للمدينة كم كيلو؟ 400 كيلو متر مشي، عم يسوق الجمل ماشي فيها. فلما نظر إلى قرية بني عمر بقباء قال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله. قال ثم انصرف راجعا إلى مكة. وصل ورجع ما رضى يدخل معها حتى لا يكافئه أبو سلمة، إنه إذا شافه بده يكافيه حتى ما يأخذ أجره ويكافيه. وصلها ولا زوجك هون خاطرك، رجع. فكانت رضي الله عنها تقول ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل سلمة، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه.